بإمكانك أن تجد البروكار أينما ذهبت في دمشق، ولكن من الصعب أن تجد حرفيا يدويا لمهنة البروكار. بيقولوا إنه هذا آخر نول عنا بسوريا، وأنا قاعد آخر صانع بشتغل أو آخر حرفي على هذا النول. طبعا من 50 سنة أو أكثر كان في عنا ما يقارب 1200 نول و3000 عامل. هلأ للأسف مهنة البروكار جاورت على الانقراض. البروكار صناعة قديمة اشتهر بها الدمشقيون لقرون عديدة، ولكن يبدو أن هذا قد تغير الآن. التطور اللي صار اللي حدث انه الناس اتجهت اتجاه ثاني، صارت تبحث عن شيء اللي اسمه حديث اكثر من القديم. ممكن الغلاء السلع او المواد او هي الصناعه هي اللي كان احدى الاسباب اللي عم تفقد هيك نوع من الصناعات يعني. كنان لا يرى السبب في ذلك فقط وانما لقله الدعم الحكومي. لازم انه الجهات المعنيه انه تنظرنا بعين اوسع وانه تعطينا الشيء اللي بدنا اياه كمواد اوليه، مثلا انه يلغوا الجمارك عن المواد الاوليه الحرير وما الى ذلك، وبنفس الشيء يفتحوا معاهد تعليميه للبروكار. الرجل الذي علم كنان حرفه البروكار انتقل الى فرنسا بدعوه رسميه، حيث اعطي محلا ونولا بهدف تعليمهم مهنه البروكار، ولكن كنان يرى بأن ذلك لا يساعد البروكار في دمشق. طبعا نحن هون وعين مأزق انه بدنا نعلم مهنة دمشقية برات سوريا، صعبة كمان بالنسبة لنا. يتأمل كنان وزارة السياحة مخرجا لذلك، ولكن يبدو انهم مكتوفي الأيدي. اذا وزارة السياحة الى استطاعة معينة ما تقدر تبذل جهود كبيرة وتفرغ وتكرس كل شغله وعمله مشان دعم هي الشغلة يعني وهالصناعة اليدوية. صناعة البروكار عملية دقيقة وصعبة جسديا، وهذا ما جعل العديد يبتعدون عنها، ولكن يبدو أن هنالك أناس يحبون تعلمها مثل أنس. اسمي أنس، عمري 14 سنة، الصف التاسع، بحب كتير مهنة البروكار وحابب اشتغل مع كنان لانه هي مصلحه كتير عجبتني ويعني كتير فن رائع. اذا كبرت بحب اعلم غيري مشان المصلحه تضل، مشان ما تنتسى هي المصلحه. ولكي نشجع هؤلاء الحرفيين يرى الخبراء بان علينا ان نشتري منهم، فهذا الموضوع يعني بيشجع يوم بيصير في ناس انه عم يشتروا ويصير في معارض تقام لهيك ناس بيشجعهم على هيك شغلات، بس على تطوير شغلهم ومحافظه على هي الصناعه التقليديه. ولان كنان يعد الحرفي الاخير لمهنة البروكار فقد اصبح محله اكثر من متجر. بتحسنا هون كمتحف، مو بتحس انه بس محل للبيع، لا انه هون متحف، شيء قديم، شيء فني، شيء معرض يعني. ف كثير انا مبسوط بمهنتي.